السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا أولى حلقات برنامج أحلى طفولة. هنستعرض مع بعض من خلال البرنامج حلقات كتيرة عن مشاكل الأطفال وأمراض الأطفال، وهنبدأ النهاردة بحلقة بعنوان الشقاوة وزيادة الحركة عند الأطفال. بداية أدعو الجميع لزيارة مصر بلد الأمن والأمان، ونبدأ مع بعض أول الحلقات. طبعا مشكلة الشقاوة عند الأطفال من المشاكل الكتيرة اللي بتواجه الأمهات، وطبعا الأم بتكون محتارة تعمل إيه، لأن طبعا بتلاقي إن الأساس بتاع البيت متكسر والطفل عمال يكسر هنا وهنا. طيب الأسباب أسباب كتيرة، ولكن هنحصرها في ال10 أسباب اللي جايين. أولا المواد الحافظة، وطبعا كل الأغذية دلوقتي عادت فيها مواد حافظة، وطبعا ما بيعديش يوم إلا لما الطفل بياكل حاجة فيها مواد حافظة، والدراسات أثبتت لما الطفل بيوقف الحاجات دي بيتحسن على طول حالته من ناحية الإفراط في النشاط. ثانيا الألوان الصناعية، طبعا في هناك علاقة كبيرة ما بين الاستخدام الأغذية اللي فيها مواد صناعية والمشروبات المعلبة وزيادة نشاط الأطفال، وطبعا وقت على طول ما بنوقف أكل الحاجات دي الطفل على طول بيتحسن. الإرهاق الزائد، الإرهاق طبعا من الأسباب المهمة بتخلي الطفل دايما يبقى عنده فرط حركة ويكون عنده سلوك عدواني وممكن يكسر ويضرب وكده، لذلك طبعا لازم الطفل ينام كويس عشان يبقى عنده تركيز والحاجات دي تخف عنه. من الحاجات المهمة والخطيرة هي كتر مشاهدة التلفزيون، وطبعا آفة العصر قناة طيور الجنة اللي تسببت في مشاكل نفسية كتيرة جدا عند الأطفال، لذلك لا ينصح باستعمال التلفزيون قبل سن 2 للأطفال، وبعد كده الطفل ما يستعملش تلفزيون أو ما يتفرجش على التلفزيون إلا لمدة نص ساعة بالكتير. تسمم الرصاص من المشاكل الأساسية برضو، ترسب كميات من الرصاص في المخ بيؤدي لصعوبات في التعلم وانخفاض مستوى الذكاء والسلوك العدواني وفرط الحركة. مشكلة اضطرابات إفراز الغدة الدرقية أو الهرمون بتاع الغدة الدرقية، وطبعا هرمون الغدة الدرقية الهرمون مسؤول عن التمثيل الغذائي، وزيادته بيخلي الطفل عنده حركة زيادة ونشاط كتير، ويخلي بنلاحظ برضو ان الطفل عنده نحافة، لذلك لازم على طول يتعالج وبسرعة، والعلاج بيظبط مشكلة زيادة الحركة. الضغط العصبي، المشاكل الزوجية والمشاكل اللي موجودة في الأسرة تخلي الطفل عنده ضغط عصبي، لذلك لازم كل المشاكل تتحل بعيد عن الأطفال. كتر شرب الكافيين، الحاجات اللي فيها كافيين الكولا والقهوة والنسكافيه والكلام ده، الحاجات دي بتخلي الطفل دايما عنده نشاط زيادة وتخليه دايما مفرط في الحركة، لذلك لا يجب ان الطفل يستعمل الحاجات دي او يشربها، او نقلل خالص من الكمية اللي هو بيشربها. في سبب مهم هو حساسية الطعام. حساسية الطعام دي طبعا يعني الأطعمة زي البيض واللبن والفول الصويا والفراولة والحاجات دي، الحاجات دي بتخلي الطفل ممكن يحصل له حساسية معينة بعض الأطفال يعني، وطبعا بيبقى مصحوبة بزيادة الحركة عند الطفل، لذلك وقت ما الاقي الطفل عنده مشكلة في الحركة أو عنده حساسية من حاجة معينة على طول بوديه للدكتور. وأخيرا السكر الأبيض بتاع الأكل، اما الطفل بياكل حاجات مسكرة كتير وبالتالي بيديله طاقة كتير، وبالتالي بيحاول يخرج الطاقة دي في صورة نشاط زيادة. في نهاية حلقتنا أنا بشكركم، إن شاء الله نتقابل وحلقة جديدة، وأدعوكم دايما لزيارة بلدنا، بلد جميلة بلدنا مصر. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.